الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الكلية الحربية، حيث شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عدد من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكلية العسكرية عليها بشكل يومي بمقر الكلية الحربية. كما شهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة. كما قام الرئيس السيسي بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة، وأشاد أيضا بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الأعداد الراقي للطلبة المستجدين، كما طالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي أيضا بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة. كما أدار الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد، تناول عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا، مستعرضا ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم. كما التقى الرئيس السيسي بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن. صلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد في مقره ببيت الكرمة بكينج ماريوت بالإسكندرية، حيث ألقى قداسته عظة القداس. وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم أن هذا يأتي في إطار استمرار قداسة البابا تودروس في فترة الراحة الموصي بها من قبل الأطباء إثر حالة الإجهاد التي تعرض لها مطلع الشهر الجاري. يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشيل عون الذي انتهت ولايته في 31 من أكتوبر الماضي. ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر حالة من فراغ رئاسي نتيجة غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات سابقة، ولما تسفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة اللبنانية. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي دعوته لحلفاء بلاده من دول الغرب بإرسال دبابات قتال متطورة لدعم أوكرانيا ضد روسيا. وخلال كلمة له أمام منتدى دافوس، دعا زيلنسكي إلى سرعة اتخاذ القرار بشأن تسريع عمليات تسليم الأسلحة الجديدة لكييف، مضيفا أن الوقت الذي يستخدمه العالم في التفكير بشأن دعم بلاده تستخدمه روسيا في مواصلة هجومها على بلاده. كما أكد أن مختلف الدول أظهرت بشكل مستمر أنها مترددة للغاية في التحرك لمواجهة روسيا بحسب قوله. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل، وقالت أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه إن الوقت قد حان بالنسبة لها، مضيفة أنها لا تمتلك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى في المنصب. وكانت أردين قد تولت رئاسة حكومة ائتلافية عام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت في عام 2020. And then my team as Prime Minister will conclude no later. يفتتح المنتخب الوطني الأول لكرة اليد اليوم مبارياته في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم والمقام حاليا في بولندا والسويد، عندما يواجه نظيره البلجيكي في 7 مساء. وصعد منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بعد تحقيقها الفوز في مواجهته الثلاثة بالدور التمهيدي على كل من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة، ليحصد العلامة الكاملة ويصعد لمواجهة أول 3 منتخبات في المجموعة الثامنة، وهي على الترتيب بلجيكا والبحرين والدنمارك. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.